بات المنتخب المغربي هو حديث الساعة في الفترة الأخيرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022. كيف قهر المنتخب المغربي إسبانيا في كأس العالم قطر 2022؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. بات المغرب أول منتخب عربي يتأهل للدور ربع النهائي من كأس العالم عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. نسبة كبيرة من فوز المنتخب المغربي ترجع لصلابة المنظومة الدفاعية للمنتخب المغربي رغم قدرة المنتخب الإسباني على الاستحواذ، وتعد إسبانيا من أفضل المنتخبات التي تتقن فن امتلاك الكرة والاستحواذ، ولكن المنظومة الدفاعية لوليد الركراكي استطاعت إجهاض ذلك المد الهجومي، ونجح أسود الأطلس في إقفال كافة المنافذ المؤدية لمرمى بون. المنتخب المغربي لم يترك أي مساحات للمنتخب الإسباني، بل أغلق عليها العمق تماما وجعله مضطرا للاعتماد على الأطراف، وهناك استطاع لاعب المغرب احتواء خطورة لاروخا بسبب تفوقهم في المواجهات الفردية. المنتخب المغربي أهدر فرصة الانتصار في الأشواط الأصلية وكذلك في الأشواط الإضافية، ولا ننسى الدور الكبير الذي قدمه سفيان مرابط وعز الدين أوناحي في خط المنتصف. الركراكي اعتمد على شل حركة خط وسط الإسبان باستحضار الكاتيناتشو الإيطالي مثلما ظل يردد في السابق، وتحديدا خطة كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في كلاسيكو الدوري أمام برشلونة هذا الموسم. الركراكي فرض الكماشة صوب حامل الكرة من لاعبي إسبانيا ومنعهم من اللعب بأريحية مطلقة، الأمر الذي نتج عنه لجوء الماتادور للأطراف، وهناك كانت خطورتهم شبه منعدمة. سفيان مرابط أحكم قبضته على خط الوسط ومنع مفاتيح لعب منتخب إسبانيا غافي وبيدري من الاستحواذ على الكرة والتقدم لمناطق خط المنتخب المغربي. ياسين بونو الذي يعتبر أفضل حارس في الدوري الإسباني ويعرف أدق تفاصيل لاعب المنافس ساعدته على التصدي لركلات الترجيح الحاسمة التي مكنت الأسود من التأهل. أسود الأطلس يستحقون الإشادة الكبيرة على التركيز العالي والقتالية الكبيرة خلال 120 دقيقة أمام إسبانيا، ولا يمكن أن نوفيهم حقهم على ما قدموه. المنتخب المغربي قضى على أسلوب التيكي تاكا الإسباني، والمدرب وليد الركراكي كان واقعيا في تعامله مع المباراة ولعب بنفس الطريقة التي لعب بها ضد كرواتيا في مباراته الأولى، وأدار المباراة بطريقة احترافية وعقلانية ولم يكن يخشى إسبانيا. المنتخب المغربي في هذه النسخة المونديالية اعتمد على إغلاق مناطقه الخلفية ونجح في ذلك بدخول مرمى هدف واحد فقط في 4 مباريات، وهذا دليل على التفاهم الواضح بين الحارس والدفاع وكذلك خط الوسط. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.